إنه ليس صديقاً عادياً، إنه الصديق البروماكس الخدوم. يعتبر هذا النوع من الكائنات مهدداً بالانقراض، إذ لا توجد في قاموسه كلمة لا أستطيع، فهو كالمارد السحري أو كحبة البنادول، يسكن الألام ويقضي على الكوارث والصعاب. كما وأن انضمامه إلى السجل العائلي هي مسألة وقت وإجراءات إدارية لا أكثر. هالمرة مقابلة غير، لأن الصديق الرائع اللي حكينا عنه بهيدا الفيديو هو صح صديقك المفضل، بس كمان هو جهاز الطوارئ والإغاثة، بتلقي حدك ومعك بكل الحالات الطارئة، سواء حوادث السيارات، مشاكل قلبية أو تنفسية، إصابات مختلفة وغير كتير من الخدمات المجانية بعدة محافظات لبنانية وعلى مدار الساعة. لهيك نحن بحاجة لدعم كل حدا منكم بهيدي الظروف الصعبة، لتكونوا شركاء حقيقيين بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. شارك الفيديو مع أصدقائك، منشن صديقك المفضل ليوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن. تركت لكم بالكابشن كل طرق التبرع. الله يحمي الجميع، وتأكد كل شي منيح عملته رح يرجع لك أضعاف مضاعفة. وبالختام بدي قلك ساهم لنبقى.